قبل أكثر من 53 سنة تم إنشاء هذه المنظمة العتيدة إثر حريق الأقصى، دعماً من الأمة الإسلامية لكفاح الشعب الفلسطيني الشقيق الرازح تحت الاحتلال الإسرائيلي المستبد والغاشم، وسلبه حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. تؤكد دولة الكويت على أهمية احترام خيارات الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة في التوصل لتسوية شاملة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وضرورة قيام المجتمع الدولي بواجباته نحو الدفع بتنفيذ وتطبيق قرارات الشرعية الدولية المتمثلة بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارات 242 و2334. ولا يفوتني في هذا السياق التأكيد على الدور المحوري الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا، والجهود المقدرة التي تبذلها من خدمات أساسية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، الأمر الذي يتطلب منا جميعاً توفير الدعم الكامل لها لاستمرارها تخفيفاً لمعاناة الشعب الفلسطيني الشقيق.